بقى عبد الله العاطفي. يا مرحبا يا عبد الله. عبد الله العاطفي من اتوقع سولفنا معه، اتوقع انه من الرياض او المناطق المجاوره لها. ننتظر قدوم عبد الله. قبل لا يجي عبد الله، وش رايك يعني في اول يوم يا عمر؟ والله شوف اول يوم يبشر بالخير وعانا جاء. هلا هلا يا عبد الله. انت ان شاء الله مسك ختام. اقول مسك ختام ان شاء الله. اللهم امين. قرب عند البوديوم الميكروفون. يا مرحبا يا عبد الله، انت شاعر معروف، لكن عرف الجمهور عن نفسك وين من اي منطقه. عليكم السلام. عليكم السلام. يا هلا يا هلا. الله يوفقنا وياكم. وياك انت ولد الطيب يا ابو محسن. عندك مساله شيء؟ ايه ابي الاسم طال عمرك للجمهور ومن وين؟ الاسم عبد الله العاطفي. ونعم. شاعر محاوره. سبق اني شاركت في اشارك في الجلطه دائم مع الشعار وجميع الشعار الكبار لاعبين معي. طيب يا عبد الله، انت على ما قال غني عن التعريف وانت مسك الختام. سم اقول انت مسك الختام وغني عن التعريف. ابشر بسعد. والعدد كان فردي، فلذلك طيب. انت صرت مسك الختام وصرت لحالك، وحنا معك كلنا ما يحتاج. طيب. فاللجنه قررت طال عمركم بما انك لحالك بوجه لك بيت ورد علي. سم بوجه لك بيت انا ورد علي. ابشر بسعد. طيب. يا لا 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 يا لا 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 لا. طيب طيب. من بعد ما جيت للجنة وشفناك. طيب طيب. يا مرحبا والخواطر مسفه الله. يا سلام. من بعد ما جيت للجنة وشفناك. طيب طيب. يا مرحبا والخواطر مسفه الله. الله الله. اجى اليوم يا عمر ممتاز. ها مميز اليوم. مميز جدا. الله يعين واصل وحمود. الله يعين اللجنه. واللجنه ما افضل شيء. اللجنه واعتقد القادم اجمل. اي باذن الله على حسب الاسماء اللي وصلتنا. الاسماء كبيره. الله الله. علومك يا وليد. الله يعافيك. الأمور زينة. يا مرحبا يا أبو الراجع. بشرك الأمور زينة كلش طيب، وجعل التوفيق فالهم إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. الله الله. أسلام. دام البقايا فلاح ومدي مناك، بصب لك يا ولد فنجال دله. ابكل بقايا فلاح ومدي مناك، بصب لك يا ولد فنجال دله. طيب ابو محسن. سم. انا من عشاق المحاوره ومتابعين المحاوره. طيب. واللي اعرفه عن عبد الله بن محسن العاطفي كنت متواجد في الساحه. طيب. وكنت العب مع حياه ابو شايق جعل الجنه ومع حياه فيصل الرياحي ومع شعار واجد. طيب. بس انك تاخذ فتره وتغيب عن ساحه المحاوره. أيوة. وترجع. يمكنك غبتي. اللي انا اعرفها انك غبت مرتين. حضرت ورجعت غبت وحضرت. وانت من الشعار المحبوبين. أيوة. ومن الشعار اللي نعم. اللي شرسين في المحاوره. يعني ما عندك لا واحد ولا اثنين. وايش سبب الغياب يا ابو محسن؟ والله الغياب طال عمرك هي سببين مني انا. اني ماني يعني مثل ما تقول حرصا على المزاج يغلب علي بعض الاحيان، وتجيني عزائم حتى خارج الرياض وبعيده، واحيانا يجيني مثلا يكلمني رفيق زلو يقول بنروح رحله بريه ثلاثة ايام وانا معزوم اترك الحفله واروح. هذه واحده. الحاجه الثانيه صار عندي بعض الظروف غبت مرتين، والله يستر بالثالثه. لا لا ان شاء الله ما عاد بغياب. ما بطمنك. وانت مكسب والله. لكن شاعر القلطه من هنا من الميكروفون ذا ان شاء الله. ان شاء الله اني ان شاء الله قادم. مرحبا ترحيب المطر. الله يوفقنا وياك. احنا اللي والله سعيدين بتواجدك يا ابو محسن. الله يطول عمرك. اكبر شرف والله وجودي معكم. الله يشرف مقدارك. يا مرحبا. الله يجيكم. الله يجيكم. يا مرحبا. سهلا. يا مرحبا. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه.
يوم حافل وجميل. نعم. كلمة تقولها يا عمر قبل أن نختم؟ أقول الله يبيض وجهك يا فلاح، وبيض وجه مسفر، وبيض وجه أبو ناصر وليد البحيح، وبيض وجه الشعراء اللي يشرفونا اليوم وطربونا. وأحب أقول الله يعين اللجنة، يعني اليوم في شعراء ما شاء الله كثير يلفتون الانتباه، والله يوفقهم التوفيق المبارك، وإن شاء الله بكرة لنا يعني عودة. وليد البحيح يا مرحبا ابو فراج، اول شيء بيض الله وجهك، وجه كبير على تقديمك وعلى على 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 على, على, على يا اخي انا كنت بلشان كيف توفق بيني انا وابو هذال في الامور قدام، طلعت متمكن. بيض الله وجه ابو مشعل وبيض الله وجه الشعار الموجودين، بيض الله وجه الكنترول القائمين على هذه المسابقه، شكرا لهم. بيض الله وجه شعار المحاوره اللي تحملونا، وان شاء الله القادم اجمل، وحنا ان شاء الله ان نبذل قصار جميع الجهد باذن الله، قصار جهدنا ان شاء الله ان ننجح هذا البرنامج، وان شاء الله ان ناجح بحضور اللجنه وباداره ابو صالح وباداره ابو مشعل وابو فراج والطاقم الموجودين. انا عاد عود من طرف حزمه، جعل ربي يوفقكم التوفيق الطيب، وان شاء الله نشوفكم على خير القادم. يا هلا ويا سهلا، كنتم مع اليوم الاول من التصفيات المبدئيه لبرنامج شاعر القلطه. نراكم بإذن الله غدا في مثل هذا التوقيت مع المجموعة الثانية، ومرحبا بالجميع. ختاما نقول خلوها يا هلا الوقفات واهلا الزعامة، مرحبا فيها من النور نور، واثني الترحيب والراس طايل الرجال أهل الوفا والجمايل، والمحازم حاضره ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامة يا أهل الوقفات وأهل الزعامة، مرحبا فيها من النور نور، واثني الترحيب والرأس طايل وفخر به.